إطلالات رائعة من يسرى سعوف بالقفطان المغربي، استلهمي منها. تعتز الفنانة المغربية يسرى سعوف كثيراً بالقفطان المغربي وبالطل فيه في أغلب حفلاتها وجلسات تصويرها، إلا إنها تحرص على ارتداء تصميمات متنوعة منه حتى ما يكون ستايلها مكرر أو ممل للجمهور. في هذا التقرير نستعرض معكم مجموعة من أفضل القفاطين اللي أطلت فيها لتستلهمي منها إطلالاتك. في إحدى جلسات التصوير اللي خضعت لها يسرى، شاركت الجمهور بصورها من خلال نشرها عبر حساباتها على السوشيال ميديا. أطلت يسرى بقفطان ستان أوف وايت ذي أكمام واسعة مزين بتطريزات ذهبية رقيقة من تصميم صوفيا بن يحيى المتخصصة في تصميمات القفطان المغربي، مع حزام ذهبي مرصع بالأحجار الفضية. وكانت هذه الإطلالة هي اختيارها للطل فيها في حفلتها في مهرجان موازين. وخلال استضافة الإعلامي رشيد العلالي لإلها في برنامج رشيد شو، أطلت يسرى بقفطان أزرق مزين بالتطريزات الذهبية وتركت شعرها منسدل على أكتافها بشكل طبيعي. وبقفطان أسود من صوفيا بن يحيى أطلت يسرى على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزين القفطان بالتطريزات الذهبية مع حزام ذهبي مرصع بالأحجار الخضراء، واختار مصفف الشعر جاد وسيم لإلها إنه تجمع شعرها بتسريحة الكعكة مع ترك خصلتين أماميتان منسدلتان على وجهها. وخلال إحيائها لأحد الأعراس أطلت يسرى بقفطان مخملي باللون الجنزاري مزين بتطريزات ذهبية وفضية، وسألت الجمهور عن تفضيلاتهم في إطلالاتها إذا كانت بالقفطان أو بالفساتين، وجاءت أغلبية الردود مؤكدة على تفضيلهم للقفطان لأنها بتختار بعناية الموديلات اللي بتطل فيها. وبقفطان مميز باللون السيمون أطلت يسرى على الجمهور خلال الحفل اللي نظمته شبكة قنوات الام بي سي في مصر بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر، وشاركها الفنان مدحت صالح ومي فاروق في الحفل المقام بشرم الشيخ. وخلال حفلها في الدوحة اختارت يسرى قفطان لبني سماوي مع كاب متصل فيه من نفس اللون، أما التطريز فكان باللون الذهبي والوردي، وجاء الحزام باللون اللبني مع برش ذهبي كبير بشكل ورقة شجر، ونسقت يسرى مع الإطلالة هيربيس باللون الذهبي مزينة بالورود الزهرية الصغيرة، واللي زادت من نعومة وجاذبية الإطلالة. وفي إحدى جلسات التصوير أطلت يسرى بقفطان ماروني مخملي فخم من صوفيا بن يحيى جعلها كالأميرات وأشاد المتابعين بأناقتها.